الجاردن هذا دو فردوا، هذا اللي غادي يلم لنا اكبر عدد تاع المواطنين وتاع السواح اللي راهي غادي يجونا الميلا. وكي نقول ميلا نقول فردوا، نقول سيدي مروان، نقول شلغوم العيد. الجهه اللي مقابلتكم هذه انا دايرينها ديدي او سبورتيف، سادي للرياضيين. انا رايحين على ليامات، رايحين نشرو لي ليزيكيبون اللي نديرو الير ليبر. اختراقه المشروع هذه راح تكون بمثابه يعني اضافه لولايه ميناء، اضافه لساكنه ولايه ميناء، من خلال انشاء منتجع سياحي سيكون يعني بالضروره متنفس لساكنه ولايه ميناء بصفه خاصه وللولايات المجاوره بصفه عامه. طبعا ولايه ميناء تفتقر لمثل هذه المنشات السياحيه التي من شانها ان تخلق ديناميكيه وحركه سياحيه بالولايه.